الاجتماعي. واش هو هذا؟ لا طلال عطلة، لا طلال الشهادة. الأطر العليا المعطلة المرابطة بمدينة الرباط، نطالب هنا بحقنا في التشغيل. هذه سلسلة من سلسلات احتجاجات تكميلية لعدة سلسلات احتجاجية قمنا بها. بعد المراسلات التي راسلنا بها الحكومة لم نتلقى أي جواب، ونحن اليوم نطالب حكومتنا الموقرة أن تفي بوعودها التي وعدتنا فيها خلال برامجها الانتخابية، أساسها وأولها وأهمها هو التشغيل. نحن تنسيقيات الإنصاف الحامل الشوائد العليا مصر الدكتورة، نحن نقوم بهذه الوقفات الاحتجاجية التي نص عليها الدستور المغربي بحق التضارب والاجتماع طبق الفصل 29 من الفصل القانون الدستور الجديد. نحن نقوم بهذه الوقفات لنضغط على الدولة والحكومة لإيجاد لنا حل الملف المطلبي ألا وهو التشغيل، مع تفعيل مرسوم وزاري للتوظيف المباشر تحت رقم 211100 الذي أصدرته الحكومة المغربية في عهد الأستاذ عباس الفاسي، الذي تم إصداره في جريدة رسمية في سنة 8 أبريل 2011. نحن هنا نستند إلى قوانين وتشريعية ودستورية لإيجاد لنا الحل لمشكلة العطالة التي تؤرق العاطلين والحامل الشوائد. تقريبا عددنا يتراوح ما بين 150 و200 مناضل حامل للشهادة عليا، وهذا بحد ذاته رقم كبير، وليست هذه التنسيقية الوحيدة، فهناك تنسيقيات أخرى لها تعداد وجيوش كبير حامل للشواهد عليا، وهذا ما يحز بالنفس، لأننا في بلد يجب أن يلتفت إلى حامل الشواهد عليا لأنهم أطر وليس ولم يأتي من فراغ، أتى بتكوين من مدرسة عمومية نفتخر بها، أتى بتكوينات. لهذا أقدم عبر منبريكم رسالة إلى المسؤولين، رسالة مباشرة، ليس رسالة استعطاف ولكن رسالة من منبر أننا أقوياء بالعلم وأقوياء بالنضال، على أن يلتفتوا إلى هذا التنسيقية، وليس تنسيقية إنصاف فقط بل جميع مجموعة من التنسيقيات لحامل الشواهد سواء العليا أو الإجازة الأساسية، على أن يوظفوهم ويدمجوهم بشكل مباشر في سلك الوظيفة العمومية، فهم أكفاء وأنا أشهد بذلك، ليس أشهد بالكل ولكن أشهد بمن معي، فإنهم أكفاء ويستحقون فرصة مثلهم مثل العديد من 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 من, من المواطنين حاملي الشواهد في الإدماج وفي الاندماج ضمن سوق الشغل، وبالتالي يكون أسرة، وبالتالي يكون فاعل في المجتمع، وبالتالي فهو يحمل على عاتقه أنفس في ركبه وفي مركبه من أب وأم وإخوان وأخوات، وهذا ينطبق على الإخوان والأخوات. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.